فلنصغي الآن إلى صوت الكرنك، فقد خدعنا صمته من قبل. صمت وصوت في كل جنبات المكان، لا يعرف من أين يأتي من ساحة الكرنك، ولكن أحفاد الفراعنة الذين طالما اختربوا عن هذا المكان أصروا على الوصول إلى مصدره، إلى أن سمعوا صوتا يناديهم من المجهول يتردد في كل جنبات المكان. فلتطلقوا أعنة الخيال، فلا إدراك بغير خيال. كم على هذه المرآة النائمة في حضن الحجر انعكس أبهر وهج للتاريخ. إذا شئنا أن نتمثل تلك الصورة فلنمد أبصارنا عبر النيل نحو الشاطئ الغربي، حيث تهبط الشمس كل ليلة وراء وادي الملوك. ذلكم هو شاطئ الموت وسبيل الآخرة. فإذا لمحتم بصيصا من الضوء بين القبور فهذا يحدثكم بأن خبراء التحنيط ساهرون إلى ساعة متأخرة من الليل. إن سيدهم أنوبيس الرب القاتل يعوز خلال القبور كالكلب الأسود، أما إلههم فهو أوزوريس رب البعث والنشور. إنه يسهر 70 ليلة متعاقبة للإشراف على معامل التحنيط وتدفين الموتى بآلاف اللفائف. صراحة لما اتفرجت على الصوت والضوء حسيت إني عايش حاجة زي الخيال زي ما بيقولوا، لأن شفت الضوء مع زي ما بتقولوا أنا أول مرة أحس بيه، يعني أنا عمري ما دخلته فأول مرة أحس بيه، لأن شفت بصراحة يعني حسيت إن أنا كنت عايش مع الواقع الفرعوني. هذه المسلات المهاجرة تقف مرفوعة تأمر بالصمت كي يسمع الكون ترنيمة الفكر المصري. كانت هناك قبل كل أولئك وهؤلاء الأجهزة المذهلة لتنظيم الكون، لأن الإله هنا هو خير الصانعين، إنه ينظم مسيرة الحياة. فعلى الشرفات كهنة من علماء الفلك يرصدون مسارات النجوم، وعندهم حساب شروق الشمس وأطوار القمر، وآخرون عاكفون على لوحاتهم يرسمون خريطة الإمبراطورية لوفق آخر حدود الله، وخريطة أخرى أشد تعقيدا وهي خريطة الحياة الثانية. ومن وراء هؤلاء جميعا أضراب لهم أمام الأفران، وقد ملكوا سر مزج الذهب بالفضة بوسيلة علمية تسمى اليوم بالإلكتروم. وهنا في هذا المكان لا يجرؤ أحد على الكلام غير الفراعنة العظام. في الخارج أي واحد يسألني أنت إيه، أنت فرنساوي أو مصري، أنا بقوله أنا مصري وبعدين أنا فرنساوي، لأن أنا يكفي أن أقول لهم أنا تلت آثار العالم في مصر، أنا مصري، أنا فرعوني، أنا حتى اسمي النيك نيم بتاعي الفرعوني المصري الصغير. صوت الضوء اللي احنا شفناه النهاردة يعني قمة في التكنيك وفي التقنية العالية جدا جدا، اللي بيها كان الوجوه كلها منسجمة جدا مع اللي بتقال، وكان كلهم صامتين ومنتصتين جدا لما يقال. دي هتفتح الباب طبعا لما يرجعوا ان هو كل واحد هيبحث اكتر عما سمعه وحاول ياخد معلومة فبيتأكد منها عن طريق النت او عن اي طريق اخر. هذه قصتنا يا من حججتم للصعيد. هذه أمتنا من مطلع الكون الوليد، لم تزل تبني وتبني ثم تبني من جديد. لا يعيش الدهر من يقنع بالمجد الدليد، إنما من يصل الحاضر بالماضي المجيد. هكذا يمشي خطى المجد على النيل السعيد. من عرض الصوت والضوء بمعبد الكرنك بالأقصر، محمد العارف، النيل.